في جزء ينفع افوضه حد يعمله، في جزء تاني ما ينفعش، لازم انا اللي اعمله ولازم له وقت، ولو ما اتعاونش دلوقتي روح. ليه؟ عشان ما ضيعش الوقت. اكثر، احفظي، اكثر الناس حسره يوم القيامه بتوع سوف، بتوع سوف دول يجوا يقول يا ريت ليه بكره ان شاء الله حاضر بقى نسمعنا بقى حاول ربنا يسهل، وما بتاخدش خطوه. لا ابدأي، ولو بدأتي متأخر أحسن ما إنك ما بدأتيش. اللي جه متأخر يقول لك ما غاب من حضر، خلاص حتى لو جه متأخر مش أحسن من ما جاش، المهم ابدأي أول خطوة. النقطة اللي بتضيع وقت وعايزاكي تركزي فيها الهدوم، موضوع الملابس وخصوصا البنات، مش عايزة أحكي مش عايزين نطلع أسرارنا على الـ على الـ على الهواء، لكن بياخد منك وقت ومجهود، أو مجموعة من البنات كتير جدا الأمر ده بياخد. لبس الجامعة لبس عملي وحاجة بسيطة عشان ما تتكلفيش فيها، وأنا نصيحتي ليكي إنك أنت أدي إحنا مثلا عندنا سبت وحد، يبقى يوم الحد أو من يوم السبت بتغسلي وبتاخدي الحاجة يوم الحد، أدي أطقم الخمس أيام مكوية بالطرحة متعلقة، مكوية بالطرحة متعلقة. طيب ده تايم أو وقت إن أنا ينفع أعديه؟ أبدا، أنا أعمل فيه دبل تايم وتريبل تايم. إزاي؟ اشغل فيه محاضره، اسمع فيه حاجه، اتعلم مهاره، احفظ 10 كلمات بالتركي بالافعال بدل هم يصرفوها براحتهم. الام ان انت ايه عامله وضع، ما انا قلت لكم انا عامله تركي جديد خالص، يعني انا بديهم الفعل وهم يحطوا اللواحق براحتهم. فانت ما يعديش كده، انا بكوي خمس اطقم بالطرحه بتاعتهم بحالهم بجد. طب لا معايا ثلاثه بس، حلو، سبوا لك والثاني لضيفك والثالث للشيطان، صلوا على الرسول، لكن تبقي مجهزه حالك. ما اقعدش ساعه وضاعت المحاضره وضاع مني الميتروبوس الاولاني اللي انا عارفه انه فاضي عشان اخد الترامباي اللي مش عارفه ايه، والظلم الدنيا باظت بسبب ان انا بتاعت ايه اصل انا بعمل بسرعه، اصل انا باجي على اخر، مش بتاع اخر الوقت دي، لا ما بتحققش انجاز. وده من الاوقات اللي احنا بنقول اكبر المشتتات. ادي الخمس تطقم كوياهم، شكرا سلام عليكم، ادي الاولاني خلصته وهكذا، اتغسلت حط ورا وهكذا وهكذا وهكذا، شكرا. ما تاخديش وقت. النقطه الثانيه اللي قبل ما اعديها في النقطه دي، اوعي ثم اوعي ثم اوعي تتخلي عن حجابك. فين التتار؟ عارفين راح فين التتار؟ ها، اندمج مع المسلمين، بقوش موجودين. انت اللي صاحبه هويه، انت اللي صاحبه سمت، اوعي اوعي تتاثري بسمت، واوعي ده اصل بيعمله، اصل مش عارفه يا بنت الله يصلح حالك، لا اصل القصه وبعدين ده في بقى دلوقتي اللي هو الطرحه كده ودي كده وبعدين الرقبه باين، اين الله؟ انت مسلمه، الله عليكي، اما تبقي بسمتك وحجاب وشيك، ما بقولكيش ما لا وشيك، وهاتي الحاجات للسيلات والدرسات التحفه بتاع ده، بس بسمتك وحجابك ده الخارجي. فين الداخلي؟ ولباس التقوى ذلك ايه؟ خير. اللباس الخارجي ده انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشه، زياده في التنعم. ولباس التقوى ده لباس القلب، ده لباس القلب.